هلو هلو يا جماعة، الولاد الصغيرة بتحتاج انك تعيد له الحاجة كذا مرة. ممكن انك تكون قلت له على حاجة وبعديها بعشر دقايق ان هو يعمل غيرها، ده عادي خالص في السن الصغير. علشان كده حاول انك تعيد الحاجة لطفلك كذا مرة، ولازم تنزل على ركبك علشان عينك تشوف العين بتاعته. هنا هتبقى عارف ان هو مهتم بيك، مهتم بكلامك، وانه سمع كل اللي انت قلته من غير ما يعمل نفسه ان هو مسمعش او ان هو مشغول في حاجة وفعلا مسمعلكش.